احنا مع كتب الوالد ومطبوعاته ومنشوراته المسلسله الرفاعي المجالس الرفاعي للسيد احمد الرفاعي رضي الله عنه مؤسس طريق الرفاعي الصوفيه ساكن عبيد العراق جماعه حققوا السيد محمود سامرائي الرفاعي اللي سوى مع الوالد كتاب جنات الشاعر مع النسب دفاع عن النسب الرفاعي والسيد ابو الهدى الصيادي والرواس قدم له السيد خاشع الراوي الرفاعي هذا توفى هني بالكويت ببيت الوالد بالمنصوريه او بيت ابو عبد الوهاب سعمجي السيد احمد الرفاعي بالمنصوريه اختلفت فيها الروايات بالسبعينات والوالد طبعه وهذه مسيرته زرناه بشيخ الطريق الرفاعي الصوفي السيد هاشم السيد احمد الرفاعي سبحان الله فتحت الكتاب طلع لي اليوم الصباحيه الساعه 10:30 11/3 الموافق 1 شعبان كل عام انتم بخير 1444 الثلاثاء الموافق 21/2/2023 طلع المجلس السابع هلا والله شلونك وعليك السلام المجلس السابع عشر دعا السيد احمد يعني رفع رضي الله عنه يوما لابن اختي السيد عبد الرحيم قدس سره وكان يعرف عنه الحده والعجله والغيره العظيمه فاجلسه بين يديه قال عشان اوخر عن الشمس شويه اللهم السيد محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبيديه وقال اي ولدي اعلم انك ستعيش بعدي وبعد اخيك ويصير هذا الامر اليك ويكون لك شأن عظيم ودولة في طريق لا يتحدث بها فاسمع الان ما اقول لك عليك بالاخلاص فانه نهج مسك العارفين وعليك نقلة العجلة بقلة العجلة وقلة الكلام ولين واجابة دعوة الاخوان الى ما فيه مسرة وصلاح حال واحذر التعبيس يعني يقول عبس ذر التعبيس والضجر وعليك بالعقل الذي هو دليل التقى والإصلاح وعليك بالاحتمال لقومك يعني تحملهم ولو أخرجوك وعليك بالورع فهو سيد الأعمال وعليك بالصدق في كل حال وبقلة الدعوة كثرة التواضع وكثرة العبادة وكثرة الحزن والبكاء الله سبحان الله اي نعم خليه لا صبر كثرة العزن والبكاء وقرقته كثرة التواضع وكثرة ورقة القلب والصيام لله بحقوق القاصدين والواردين والعفة على ما حرم الله عز وجل وإياكم النظر لغير الله تعالى فإنه سام من سيام إبليس واقمع النفس بكثرة الصوم قلة النوم والجهاد بخدمة الفقراء وحفظ العهود والوفاء بها بذل المجهود والالتجاء إلى الملك المعبود الله جل في علاه وإياك أن تبيت وعندك لأحد من الخلق ضغينة أو حقد أو قيض ولا تقضب إلا لله وإذا حردت فاكتم غيظك الله ولم نفسك فإن الكريم إذا حرد لا لم يحقد يعني زعل ولم يعرف الحلم إلا عند ولا يعرف ولم يعرف الحلم إلا عند الحرد والغيظ والضجر وإياك والمداهنة وإياك أن تدخر شيئا يعني من فلوس الدنيا تشاغل عما يعنيك ولا تقول أنا ولا لي ولا عندي ولا تكثر من الدنيا الله ولا تدخر منها ولا تفخر ولا تتباهى ولا تجمع من الدنيا فوق الحاجة وازهد تأتيك صاغرة وآوي الغريب وقف المحتاج والولهان وتمسك بطريق العارفين واحسن للفقراء وتواضع لهم تذلل بين أيديهم ولا تمل إلى أهل الدنيا والدنيا فإن الدنيا أهلها لا قيمة لها ووسع صدرك للخلق فإنك مكلف بذلك الوالد جدي كان سيد هاشم بن أحمد الرفاعي وزينها بشيخ طريق رفع الصوفية يخدم بيته بالمنصورية ليل نهار وإذا تكلمت بكلمة فاعتبرها فقبل أن تتكلم بها فإنك مالكها ما لم تخرجها فإذا أخرجتها ملكتك فتصير أسيرا وزن نفسك بميزان العقل والاعتبار وصفها من كدر الغدر والخيانة وعذبها بعذاب الإنابة واسقها بشراب الخوف فإنك إذا فعلت ذلك قضيت لك الحوائج من حيث لا تعلم واصدق باتباع نبيك عليه الصلاة والسلام نبينا شفينا طبيبنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم تمسك بسنته فإن الصادق في طريقه وأقواله وأفعاله تفتح له الأبواب والأقفال وتصرف عنه الأهوال ويستجاب دعاه في الحال قال السيد عبد الرحمن بن سلمان والله لما سمعت كلامه رسخ في قلبي وانشرح له صدري وجعلته نصب عيني وبلغت به من الله كما طلبته وبه أعمل حتى ألقى الله تعالى وانتم اعملوا بهالوصية درس حلو 17 من كتاب السلسلة الرفاعية المجاز شرح الوالد ديوان المنصورية كذا مرة كان نسخة قديمة يابها وأنا طبعتها وشكراً.